أما الوالد فاسمه عمر كما تقدم. عمر كما تقدم. نعم. واسم الوالدة فاطمة. ما شاء الله. رأيك. إخوانك شيخنا كم عدد عددكم؟ إخواني. نعم. يعني الأسرة كم مكونة من كم نفر؟ أنا أمي الأولاد أمي. نعم. من الوالد هم ثلاثة. ما شاء الله. ما شاء الله. أمي. نعم. أولاد أمي من الوالد نعم. ثلاثة. نعم. أنا ومريم وداود. ما شاء الله. أسماء هؤلاء أشقاء. نعم. هؤلاء. نعم. أشقاء. أشقاء. نعم. رأيت. نعم. نعم. تاريخ الميلاد شيخنا إذا تذكره. تاريخ الميلاد. نعم. أحفظه بالميلادي. ممتاز. نعم. عام ألف ولدت عام 1951 سنة. أيوة. ما شاء الله ما شاء الله. هذه تقريبا ما يقارب شيخنا تقريبا بالهجري تقريبا 1331 31 اي نعم ايوه 1331 او 30 نعم. لانه بينهم تقريبا 20 سنه بين التاريخين ايوه 20 سنه كذا نعم هذا تقريبا 1331 او 71 71 عفوا عفوا نعم 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 71 عاوزان عفوا 71 نعم 1371 لانه ازيد ب 20 سنه نعم. والولاده على كل حال بالتحديد كان في المستشفى قديما على كل حال نعم في 15 من الشهر الاول في هذه السنه ايوه الميلاد الميلاد يناير يعني اي نعم ايوه الشهر الاول نعم الشهر الاول في الشتاء شيخنا لا ادري هو الشتاء الشتاء في القانون الثاني القانون الثاني لا هو على حسب الدوله يا شيخ لان الدول بعض الدول الان عندهم صيف اذا مسوي من افريقيا افريقيا نعم عندنا افريقيا شوف الجو في افريقيا اللي في الشمال وافريقيا في الجنوب فليس كل العالم يكون عندهم يناير قريبة من بلدنا يا شيخ هيثم انا افهم لكن يعني يناير احيانا في بعض الدول صيف ممكن نعم طيب هذا نعم. بالنسبة للميلاد الميلاد نعم.